ممتاز. اسمه احمد رفعت، مهندس كبير، خريج جامعات امريكا وانجلترا، هايل جدا، عنان مش هتلاقي فيه ولا عيب. وما افتكرش يا بابا هترفض ده كمان، ما افتكرش. لا افتكري. يعني ايه؟ مش هترضى؟ قال معلمك، انت عارف عنان مخها متركب بشكل تاني. الحمد لله. تعال. اوعى بنت جديدة من بنات أفكارها. أخيراً بنت جديدة من بنات أفكارها. يا جدو يا جدو يا روح جدو يا روح جدو. من فضل حضرتك بدي ألحق المطبخ أرجوك. لا عريقك واستنى شوية لحد ما نتمتع بالدرر. أيوة امسك اللفة. أضنيتني بالهجر ما أظلمك. يا عيني فارحم عسى الرحمن أن يرحمك. يا روحي مولاي حكمتك. حكمتك. ها؟ صح. مساء الخير يا لالا. ازيك يا كامل؟ مساء الخير يا علاء. وحشتيني قوي يا اخت. من فضل حضرتك تخلصي لنا القصيده الجايه قبل ميعاد صدور المجله ولو بيوم واحد. مش كل مره تكسري اعصابنا. من فضل حضرتك ما اقدرش اظبط الوحي بتاعي على ميعاد المجله. متشكر جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. كامل وليلى عايزين يكلموك في موضوع مهم. اتفضلوا. والله اذا ما وافقتش المره دي يبقى ذنبها على جنبها. تعال. انا احيي عبقريتي. من شبه اباه فما ظلم. بنت ابوك الصحيح. دلوقتي فاضل كام قصيده وتنتهي من الديوان. فاضل كفايه بقى كلام في الشعر والعبقرية. امال عايزنا نتكلم في ايه؟ نتكلم في حياتك في مستقبلك. كده انت عندك خطه جديده بخصوص مستقبلك؟ علان الحكايه باختصار كده، احمد رفعت مهندس كبير، مركز عظيم، مثل اعلى للشباب المكافح. مال انا شايف انه هيعجبك قوي. انا مش فاهمه حاجه، هو عايز مني حاجه؟ عايز عايز ما انت عايز ايه؟ قول. عايز بقى عايز بصراحة كده
عايز يخطبك. ياه، طب ما تقوله كده من بدري. وكمان عاوزين نقابلك بيه علشان شخصيته ايه؟ شخصيته كبير مهندسي الميكانيكا والكهرباء، مرتب 150 جنيه في الشهر كامل، فيلا في مدينة كامل. الجواب على قد السؤال. نعم. شخصية أحمد رفعت إيه؟ أخلاقه عالية جدا. يا سلام، افهمني يا أخي، اتجاهاته الشخصية إيه؟ بصراحة أنا مش فاهمك. فنان يعني؟ يا فندم قلنا إنه مهندس. يا سي كامل، علان أديبة فنانة شاعرة، ولازم جوزها يكون أديب وفنان وشاعر. والله بقى المسألة دي ما سألناش فيه. اللي نعرفه إن ده راجل مدي كل وقته لشغله. يا سلام، يعني من شغله البيت ومن بيته لشغله. أظن بقى مفيش أحسن من كده. أعوذ بالله، ده مفيش أوحش من كده. شيء غريب. الراجل اللي زي ده ما يبقاش عنده تجارب في الحياة. يبقى أنا بقى مش فاهمك خالص. يا سي كامل، عنان عندها حق. نعم. الراجل المجرب لما يفكر إنه يتجوز يبقى خلاص شبع من الدنيا وعايز يستقر. ودايما بيبقى زوج مثالي. كل ده كلام ملوش معنى بالمرة. إحنا مش هنجوز سمك في مية. عنان لازم تقابله علشان تشوفه وتدرسه. كويس أوي، بس هتقابله فين؟ أنا أقول لكم. عند خديجة هان. مين خديجة هان؟ اتعرفت بيها عن طريق كامل وعيلته. ست محترمة جدا. هناخد عندها الشاي بعد بكرة. وعلى فكرة معجبة بيكي جدا جدا ونفسها تتعرف عليكي. وكمان هيكون موجود أحمد رفعت. تيجي معانا يا عنان؟ ده انتوا راسمين الخطة كويس قوي. خص عليك يا عنان، عاوزين نفرح بيه. قلت ايه؟ ما عنديش مانع ولو ان طريقتك مش عجباني. ليه؟ بتفكرني بالخطبة أيام زمان. مفيش شك إن طبيعة الجو في أي بلد من البلاد بيساعد جدا على الإنتاج. مثلا في إنجلترا. اتفضل يا فندم. متشكر أوي. العفو. مثلا في إنجلترا. الظاهر إن أنا دوشتكم شوية. بالعكس، ده كلام مسلي جدا. جدا جدا. ألا أستاذ أحمد، ايه رايك في المسرح الانجليزي؟ المسرح؟ اسف، انا مش مهتم ابدا بالنواحي دي. انا شفت روايه واحده في الاربع سنين اللي قعدتهم هناك. سامع؟ الله، دي القصيده الاخرانيه بتاعتك. ايوه. بيني وبينك خرجت قبل الرايه ما تخلص. عن اذنكم طنط، مين اللي بيغني ده؟ ده مختار، مختار ابن اختي. مغني؟ مغني وملحن، بيلعب سبق، بيلعب بوكر، بيصطاد بط، مفيش حاجه ما بيعملهاش. قلت لي مختار ايه؟ مختار رضوان. أنا بيتهيألي سمعت على الاسم ده قبل كده. ضروري، دي أخباره مالية البلد. آه عرفته، ولو إني ما شفتوش. أنت عايزة الحق؟ مش هو ابن أختي وأنا اللي مربياه؟ قلة معرفته أحسن. بالعكس، أنا يهمني إن أتعرف عليه. بس إيه اللي هتكسبيه؟ دي سمعته.
الجداع ده رزقه في رجليه مش بطال. ايوه يا فندم، بس ده شغل هواه. لكن في حاجه، المقدمه الموسيقيه بتمهد لجو القصيده، واللحن، اللحن بيصور معاني الكلمات بشكل واضح. حضرتك لازم درست موسيقى. لا انا بسمع بس. غريبه، بس الكلام ده انا عمري ما فكرت فيه ابدا. ده الدليل على انك فنان موهوب. الموضوع بقى جامد قوي. يصح يكون الشعر الرقيق هو اللي عجبك، واللحن كمان جميل. متهيألي استاذن انا بقى. والكلام، الكلام كمان بديع. يعجبك؟ اعجابي بيه هو اللي مخليني احاول الحنه. ده شعر فنانه كبيره خالص اسمها عنان، ما سمعتيش عليها؟ سمعت. بتكتب باحساس غريب خالص، كل سطر مليان عاطفه، وكل معنى بيوصل للقلب على طول. ويا ترى هي تعرف رايك فيها؟ ما اسعدنيش الحظ وتعرفت عليها لسه. وتعرف عنها ايه كمان؟ اعرف عنها انها محرره في دار اخبار اليوم، وانها بتحل مشاكل القراء، وبتكتب شعر غناء. بس يا خساره، غنوه واحده كل شهر، وافضل مستنيها على نار. ده انت معجب بيها قوي قوي. طب ليه ما حاولتش تتعرف عليها؟ ما خبيش عليك، هي حاولت تتعرف عليا بس انا ما رضيتش، اصل خفت. خفت من ايه؟ من الصدمه. وليه ما تصور انك هتاخد صدمه؟ اقول لك، الست دي انا كونت عنها في خيالي صوره مثاليه، فن، فكر، كمال، جمال، يعني انسانه فوق مستوى البشر. وخايف لو قابلتها تتشلفط الصور دي كلها، تطلع لي مثلا واحده مغروره تافهه، ولا ست عجوزه تخلفني وعامله لي بيت 16 سنه. انا مستعده اعرفك بيها. لا بلاش وحياتك. لا اضمن لك انك مش هتاخد صدمه. انت تعرفيها؟ هي موجوده هنا. مش معقول. تعالى بعرفك. لا بلاش وحياتك. ليه؟ انت لسه خايف؟ ايوه. طب وصفيها لي. هي يا سيدي تشبه لي كتير، لو شفتها ما تفرقهاش عني. نفس الطول، نفس الشعر، نفس الملامح. يعني اختك مثلا؟ تبقى انتي. ده مش ممكن، مش معقول. ليه؟ كل شيء جايز. وانا برضه دلوقتي خدت صدمه تانية. تاني؟ ليه؟ لانك اجمل بكتير من الصوره اللي كنت راسمها في خيالي. لا انت بتبالغ قوي. انا مهما بالغت مش ممكن اصور الحقيقه. انا زي اللي بعرفك بقالي سنين. لاحظ ان احنا تعرفنا من دقايق. بس انا عرفتك مع كل سطر كتبتيه. وانا تعرفت بيك مع كل مغامره سمحتها عنك. يبقى بقى رايك فيا وحش جدا. بالعكس، اللي بستغرب له ان واحد زيك عنده الشباب والفلوس والفراغ، وفي نفس الوقت عنده الموهبه الرقيقه دي. انت هتخليني اصدق ان انا فنان كبير؟ انت ممكن تبقى فنان كبير. اللي بستغرب له ازاي حابس الموهبه دي عن الناس. يا خبر، يعني انت عايزاني احترف؟ لا يا هانم، انا عمري ما فكرت في الموضوع ده. لازم تفكر وتعرض فنك للناس ويقولوا رايهم. لا 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 وحياتك، بلاش الكلام في الموضوع ده. انا صحيح ساعات اغني في الحمام ويتهيالي ان صوتي جميل. تسمح لي اقول لك كلمه وما تزعلش؟ ابدا. انت انسان اناني افندم. الفنان ما يبقالوش وجود الا اذا خدم المجتمع بفنه. وافرضي فني ده ما عجبش المجتمع؟ مفيش يأس مع الحياه، لازم تكافح لغايه ما توصل بفنك للكمال. لازم تدخل التجربه وتغلط وتستفيد من اخطائك. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، فكر في الكلام اللي احنا قلناه. انا سعيده جدا. امال انا اقول ايه؟ على نهانة. احنا مش هنشوف بعض تاني ولا ايه؟ تحت امرك. طب امتى وفين؟ مكان ما تحب، وقت ما تحب.
عندي في البيت في المكتب زي ما انت عايز. مع السلامة. مع السلامة. علان انت فين؟ ها يعني ما قلتليش. انسان ممتاز. يعني موافقة؟ موافقة؟ موافقة على ايه؟ على انك تتجوزي احمد رفعت. اتجوز احمد رفعت؟ يا شيخة بلاش كلام فارغ. القاهرة العاشرة تماما. اسمع، تبقى صح الاستاذ وتقول له يلبس بسرعة، احسن برنامج النهاردة مليان اشغال ومواعيد ومقابلات وزيطة. ولا اطلع انا صحيح. ايه ده؟ هو صحي؟ الاستاذ قعد يلحم من 8 صباحا. ايه اللي جرى في الدنيا؟ انا عارف يا اختي. ما بيردش. بنقول صباح الخير ولا هو هنا؟ يا كابتن، انت ايه اللي مصحيك من الفجر؟ سلامتك، كنت سهران طول الليل؟ عندك فكر؟ ده لازم داخل على حب جديد. هو ده. البنت بتاعت امبارح. بنت؟ ايه هي حلوه؟ ما تقلش انها حلوه، بس مناخيرها فوق شويه. صباح الخير يا جماعة. يا عاش من شافك يا عم. انت كنت فين؟ انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ كنا بنقول انها طالعة فيها حبتين. قول شخصيتها قوية، ذكائها خارق، ثقافتها عالية. ايه ده كله؟ اقول لك الحق يا نادية، انا في حياتي ما صادفتش انسانة بالشكل ده. وانا بقى لسه في حياتي ما شفتكش في غيبوبة بالشكل ده. لازم بقى تعرفني عليها. وبعدين معاك بقى يا نادية؟ علشان ابارك الحب الجديد. يا ست نادية، انت المفروض تحافظ عليه مش تغرقيه. انا فعلا عاوز احافظ عليه، انا عاوز احطه في عناية. لو لقيت سعادته مع واحدة تانية تقدر تعمل اللي انا ما قدرتش اعمله عشانه، اكون اسعد واحدة في الدنيا. دخلنا بقى في المواضيع العاطفية وهنسيب المواضيع المهمة. شوف بقى برنامج النهاردة احسن زحمة خالص. شوف يا سيدي، حصانك المفضل عنتر عنده أرتكاليا وبيهرش، والدكتور لازم يشوفه النهاردة. بلاش النهاردة. بلاش النهاردة. في ميعاد الساعة 3 عشان برتيت البريدج. الغيها. الساعة 4 صباحا رحلة صيد سمك. مفيش لزوم. مفيش لزوم ازاي؟ ده انت اللي عازم الشلة. اعتذر لهم. اسمع يا عباس، أنا من النهاردة ورايح هعمل لحياتي برنامج جديد خالص. أنا بقى. على فين يا نادر؟ انت داخل على حب جديد، لما ينتهي على خير وتلاقي نفسك فاضي، الشهرة صغيرة وأنا تحت أمرك. باي باي. اسمها ايه؟ عنان. عنان. معلش. شدة وز يا غيرها. الساعة 6 في ندوة جمعية النهضة المسائية، الساعة 8 اجتماع جمعية عمومية في نادي الخريجين. من فضلك الغي ميعاد 11:30 لأن ارتبطت مع واحدة ست صاحبة مشكلة. حاضر يا فندم. ميرسي. أنت بتجيلي نفسك في الشغل زيادة عن اللزوم يا أستاذ. العمل سر وجود الإنسان. فعلاً. خصوصا اذا كان عمل انساني زي اللي بتقومي بحضرتك، تحلي مشاكل الناس وتخففي الامهم وتنوري لهم الطريق. سعاده الانسان في اسعاد غيره. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. انا صاحبه المشكله. وانا مستنياكي. متشكره. العافيه. انا عندي 4 اولاد. ايوه لا مؤاخذه. الو مين يا فندم؟
اهلا استاذ مختار. اهلا اهلا. اهلا بيك يا فندم. انا اسف لازعاجك لكن اعذريني، اصلي خلصت الحين بقيت القصيده ومش قادر اصبر، نفسي اسمعها لك واستنير برايك. اشكرك جدا على التقدير ده، ويسعدني جدا ان انا اسمعك. العافيه يا فندم. طيب ممكن تسمحي وتشرفيني بزياره؟ والله ما اقدرش اقول اه، اصل يعني سمعتك يعني. ايوه عارف، مش ولا بد. طب ايه رايك لو نتقابل في مكان تاني؟ تحب نتقابل عندك ولا اقول لك مش عندك؟ انا افضل ان احنا نتقابل على الارض محايده. ايه رايك لو تقابلنا عند طنط خديجه مثلا؟ بكل سرور، انا هخلص شغلي الساعه واحده، هكون عندك واحده وربع بالسبت. مع السلامه. فرحت لك جدا. على ايه؟ على نجاح الجزء الاول من الخطه. قلت لي انت؟ طيب ما عنديش اي مانع. الو طنط خديجه، انا مختار. الحمد لله زي البوم. انا عازمك على الغدا النهارده يا طنط. وايه المناسبه؟ اصطدت سمك؟ طب ما اجيب السمك وتيجي انت تتغدى معايا. ما ينفعش يا طنط، اصل عازم ناس اصحابي ولازم تكوني موجوده عشان تشرفي على الحفله، وارجوك تكوني موجوده قبل الساعه واحدة. ربنا يخليك يا طنط، مع الف سلامه. الف خرابيط عليه يا بني ادم. على نجاح الجزء الثاني من الخطه. ياما. استعد استعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سعيد جدا. شكرا قوي. اتفضلي. ايه المفاجاه دي؟ دول بعض اصدقائي من الهوا زي جم عشان يقولوا اللحن معايا. ولحقوا يحفظوك؟ النوته بتسهل كل حاجه. اه دي حاجه عظيمه قوي الحقيقه. اتفضلي يا فندم. امال طنط خديجه فين؟ زمانها جاي. طب تسمح بقى تسمعني؟ على طول. استريح يا فندم. ميرسي. أفرفق بها
حالات الهوى مكان أحلى قبلات الهوى إن كنت لا تذكر فاسأل فمك بيننا لم نكن نعلم هل أجراد مين دامك لما حكى لما حكى لما حكى مبسمه زي ما كانت زي الاول تمام وبسرعه خلاص هم خرجوا كلهم وطنط خديجه اتاخرت زمانها جايه حال
يا ريت تتأخر شوية كده عشان نقعد لوحدينا. يا سلام، أما أنت فهماني بشكل جدا. أنا متأسف. ليه؟ يظهر إنك زعلتي مني. أبدا. صحيح؟ ده وضع طبيعي بالنسبة لك، أصل أنت متعود على كده. على فكرة ما قلتليش، إيه رأيك في اللحن؟ خسارة. خسارة؟ خسارة ليه؟ يبقى عندك الموهبة العظيمة دي وتضيع وقتك في حاجات تافهة، خسارة. إزاي؟ أنت عايش حياة ملهاش هدف. لكن أنا سعيد جدا كده بحياتي هاني. أنت بتضحك على نفسك، عارف؟ أنت بتدور على السعادة ما أنتش ليها ومش هتلاقيها أبدا. غريبة، وعرفت ازاي؟ يا استاذ دي شغلتي. طب و اعمل ايه؟ تركز كل تفكيرك في الموسيقى، وانا اتنبأ لك بانك هتكون من اكبر موسيقيين في البلد. هحاول. لا، تاخد الحكاية جد. حاضر يا فندم. ودلوقتي استأذن انا. الله، انا نهانة، انت مستعجلة؟ ابدا. طيب عندك مانع نقعد مع بعض شوية؟ انا شخصيا ما عنديش مانع اقعد معاك اطول وقت ممكن، لكن هنستفيد بالوقت ده ازاي؟ نتمتع بيه. ايوه، يعني هنعمل ايه؟ الحقيقه بقى مش قادر افهمك ابدا، انت بقيتي بالنسبه ليا سر غامض، لغز غريب مش قادر اوصل له ابدا. يا خبر ابيض، انت اللي بتقول الكلام ده، مختار صاحب اكبر مغامرات مش قادر يفهم واحده ست. بس انت مش اي ست، انت انسانه نادره الواحد يقابلها مره واحده في حياته بس. تعال تعال اقعد هنا. اسمع مختار، انا ست صريحه جدا، ممكن يبقى بينا علاقه حب كامله، وبعدين هيحصل ايه؟ وبعدين هقعد معاك شهر شهرين وهخرج من حياتك زي اي واحده دخلت حياتك قبل مني. لازم العلاقه اللي تربط بينا تكون علاقه روحيه خالصه، علاقه الفنان بالفنان. عارف يا مختار، العلاقه اللي من النوع ده ممكن تستمر لنهايه العمر كله. يا طنط انا بكلمك وانا في كامل قواي العقليه، انا عايز اتجوز عنان. يا راجل فوق لنفسك. وعايزك انت تروحي حالا تخطبيها لي. متاسفه يا مختار، ما اقدرش اكسف نفسي مع ناس ما فيش بيني وبينهم الا كل احترام. قد كده ما عندكيش ثقه فيا؟ ايوه يا مختار، لانك ورطتني قبل كده بدل المره 10. بس افهميني، المره دي انا اتغيرت خالص. متهيألك. يعني بتتخلي عني يا طنط؟ متاسفه يا مختار، ما اقدرش اضمنك. ادخل. في واحد بره عايز يقابل حضرتك. ما قالكش مين؟ بيقول صاحب مشكلة. خليه يتفضل. حضرتك. اتفضل يا استاذ. عن إذن سيادتك.
أنا عندي مشكلة عويصة مش لاقي لها حل، محيراني. طب اتفضل استريح. أشكرك. مفيش مشكلة ملهاش حل. وعشان كده جيت لك عشان تساعديني. تحت أمرك؟ يعني أنا هانم، أنا أنت إيه؟ أنا عشت حياتي بالعرض، يعني سهر، قمار، فراغ إلى آخره إلى آخره. أيوه إلى آخره إلى آخره. وبعدين؟ لحد ما قابلتها. وحصل لك إيه؟ غيرت فكرتي عن الحياة كلها. ياه؟ للدرجة دي؟ لأول مرة في حياتي أصادف إنسانة تفكيرها أسلم من تفكيري. اتعلمت منها حاجات كتير ما قدرتش أتعلمها طول حياتي. ومن ساعة ما افترقنا وأنا حاسس إني تايه، ناقصني حاجة. ويا ترى الإحساس ده صادق ولا نزوة من النزوات اللي مرت بيك قبل كده؟ أنا قعدت الليلة بحالها أفكر وخرجت من تفكيري بنتيجة واحدة. إيه هي؟ إنها بتكملني ومش حاضر أعيش لحظة واحدة من غيرها. ده كلام جميل. إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إني لسه مش عارف شعورها من ناحيتي. ما قدرتش تعرف منها؟ كل اللي عرفته إنها بتحب فيا استعدادي الفني. أصلها بتكتب شعر، شعر رقيق، رقيق قوي. خلاص، مادام في توافق روحي بالشكل ده يبقى هي عندها كمان استعداد، ويمكن تكون بتبادلك نفس الشعور. استريح. أنا متشكر، متشكر جدا، بس أنا غلطت معاها غلطة. يا ترى هتسامحني؟ اللي بيحب دايما بيسامح، وخصوصا انا عارفه انك فنان، وكل فنان له نزواته، وهي كمان فنانه وبتحبك، ومادام بتحبك تبقى هتغفر لك كل ماضيك وهتبتدي معاك حياه جديده. انا اسعد انسان في الدنيا. سؤال اخير، تفتكري لو تقدمت لها دلوقتي ترضى تتجوزني؟ ده مجرد سؤال؟ ايوه يا فندم، سؤال. افتكر مش هتقول لا، بس يعني مش ملاحظ كده انك متسرع شويه؟ انا؟ انت متسرعه اكتر مني. أنا. نعم بابا. انا جايب لك خبر مدهش. ميرسي. أعصابك كويسة؟ كويسة جدا. مختار رضوان. مختار رضوان؟ ماله؟ تحت. أهلا وسهلا. إيه يعني ما سألتنيش جاي ليه؟ آه صحيح، جاي ليه يا بابا؟ جاي علشان يخطبك. يخطبني؟ طب وماله؟ وماله؟ وماله إزاي؟ من حق أي إنسان إنه يتقدم لأي واحدة عشان يخطبها. أيوة، لكن ده أكبر خلبوس في البلد. مين عارفة يا بابا؟ عارفة؟ على العموم أنا جيت أقول لك قبل ما زحلقوا. وليه تزحلق؟ لأن طلبه مرفوض طبعًا. بالعكس. بالإيه؟ قصدي لو ما كانش عندك مانع يعني. تتجوزيه؟ بالرغم من إنه بوهيمي ودائر على حل شعره وأخلاقه زي الزفت. بابا، مختار بذرة كويسة، بس عايز الرعاية والأرض الطيبة. وافتكر دي وظيفة أي ست ليها هدف في الحياة. يا سلام، دايما تقنعيني. بالمنطق يا بابا. يعني خلاص موافقين. دي حاجة تجنن. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الرفاوي والبنين يا اولاد. مع السلامة. مع السلامة. عايزين تجيبوا لي معاكم حاجة حلوة. Thank you.
الحب. حب. والحبايب. حبايب. والليالي الحلوة. حلوة. وأنا وأنت. وأنا وأنت. أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت أنا وأنت وبس، أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت أنا وأنت وبس، أنا وأنت أنا وأنت وبس يا حلاوتنا، أنا وأنت وأنا وأنت وبس. سهلا. جاي بتعمل ايه هنا يا عفريت؟ انا جاي لوحدك؟ لا ما اطلع يا نمس، انت لازم هربان من مصر مع حب جديد. ايوه فعلا مع مراتي عنان. اهلا وسهلا، تشرفنا. لا مؤاخذه، حضرتها سنية هانم. سنية؟ سنية ايه يا استاذ؟ انا كوثر. كوثر كوثر. لا مؤاخذه. مراتك؟ يا عفريت. أنا آسف للي حصل. أبدا ما حصلش حاجة. أنا عارفة إنك نجم من نجوم المجتمع ولك علاقات ومعجبات. يعني مش متضايقة؟ بالعكس، أنا عارفة إنهم هيزيدوا. زيدوا؟ طبعا، في يوم من الأيام هتبقى نجم عظيم، نجم كبير، لك ملايين من المعجبين والمعجبات. تفتكر أنا هغير من كل دول؟ معجبين معجبات؟ بس أنا عمري ما فكرت إني هبقى نجم ولا فنان ولا. لا، أنت تفكر من الوقت. تفكر في مستقبلنا الكبير يا حبيبي. في مستقبلنا وأنت. عنان، بصراحة حكاية المغنى والمزيكا دي حاجة متعبة خالص، وأرجوك ما تتصوريش إني هعملها شغلتي في يوم من الأيام. وأنا ما أتصورش إنك أنت هترفضني طبعا. طبعا يا حياتي، بس أنا مش فاضي. لا، أنت مش فاضي، أنت كسلان كبير. أنت روحي وحياتي. Thank you.
حكيت. قوم بقى كسلان. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا هنصلي الفجر حاضر ولا ايه؟ حاضر ايه؟ دي الساعة 10 حبيبي. حاضر يا فندم. حضرتك بتبعتي جوابات لمين من ورايا؟ ياي انت سببتني؟ ده شغل المجلة، برد على مشاكل القراء. قراء؟ والجوابات دي كلها كتبتيها امتى؟ في الفجر، قمت فضلت اشتغل لغاية دلوقتي. لا، أنا مش موافق على كده أبدا. أنا خلاص زعلت. ليه يا حلوة؟ بقى تسيبيني نايم لوحدي في السرير وتروحي للشغل، دي تبقى خيانه زوجيه. الشغل له حقوق عليه. الشغل شغل، انا خلاص ابتديت اغير من الشغل ده. حبيب قلبي العمل عباده يا رب. ايوه طبعا كلامي مش عاجبك، انما لو كنت بتشتغل كنت تحس بلذه الدنيا شكلها ايه. هو انا ما بشتغلش؟ طب ده انا من يومين قعدت اضربه ودي يجي 3 ساعات، ده مش يبقى شغل؟ انت بتسمي ده شغل؟ انت بتسلي نفسك يا حبيبي. انا بشتغل لخدمه المجتمع. ميزه العمل انك تفيد وتستفيد. انا حط نفسك مطرح، هو معقول اخرج من الجنه اللي انا فيها دي عشان اشتغل؟ طبيعي جدا، لو الواحد قعد طول حياته في الجنه هيزهق هيطق. حد يزهق من الجنه؟ ادم وحواء خرجوا منها نفس السبب. ادم خرج عشان حواء هي اللي خرجته؟ مش جايز عملت كده عشان مصلحته؟ مش فاهم. لو كانت حواء قعدت آدم جنبها لا شغلة ولا مشغلة كان بقى الكون فاضي مفيش حياة. كل ما أحس إني ابتديت أفهمك أكتشف إني لسه مش عارفة. بالعكس يا حبيبي، أنا إنسانة واضحة جدا، كل اللي بطلبه منك إنك تفكر شوية في سر وجودك. سر وجودي؟ أنت سر وجودي. هو مفيش حاجة بتفكر فيها أبدا غيري أنا بس. يشتغل لسه نايم في العسل. وهتعملي ايه؟ رسمت له حته خطه. ابتديت التنفيذ من النهارده. ربنا يستر. قول لي يا عباس كله تمام؟ تمام التمام. يعني هتكون مفاجاه ساره الاعلان؟ مفاجاه علشاني؟ طبعا. فين؟ في البيت. اوكي باي باي. باي باي. مع السلامه. اتفضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. افتح يا سمسم. هيلة 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 هيلة. ميرسي يا حبيبي. ادريس. ايوه يا فندم. حاضر جاي. الست لسه ما جاتش؟ لا لسه ما جاتش يا فندم. غريب. ايه الشله كلها مستنيه جوه؟ اتفضل. السلام عليكم. السلام. انت فين يا استاذ؟ لسه عامل عريس يا اخويا. حد يعمل في نفسه كده يا ابني؟ عقبال ما افرح فيكم جميعا يا رب. معقول.
Now we're going to play some cards. العب. Okay. This is Masini. ماشي. ماشي. إيه الحظ الليلة؟ إيه الحظ الليلة؟ يا رب هذا بعيد. فتحنا 7 جنيه. ماشي. 7 جنيه. 7 جنيه. وأنا جاي. أنا بس. وسيادتك. أنا جاي أنا كمان. يلا 7 جنيه 7 جنيه. كارت واحد. كارت واحد. كارتين. كارتين. اثنين أنا كمان. يلا عم اثنين كارت مصلحين اخر تصليح. يا ادريس. يا عيني. 10 جنيه. انا هاخد ادريس. لسه ما جاتش يا فنان. انا باص. ها. 10 جنيه. انا اقول سولدي 65 جنيه. سولد انا 95. شفتكم. انا باص. 75 85 95. اديني كارت واحد. كارت واحد. اثنين كارت. اثنين كارت. انا هاخد ثلاثة. طبعا انتوا صلادي تشيب. عندك 3 اس. 3 اس؟ وانت اشوف حالا. انت عندك يا سيدي 3 اس. انا عندي فروع. ما ينفعوش ايدك اوعى فلوش. ايه ده؟ ايه الحظ ده؟ صحيح. اتفرج عليه. ماوش يا اخ. 4 ارواح. يا عيني. محدش قدك النهارده يا حبيبي. هات. الله كسبها باذن الله. عدالك العافيه. ادريس. ادي خبر الاستاذه انا فوق. حاضر. يلا. الست جت وطلعت فوق يا فندم. كده؟ ايوه. طيب. بس لما عن اذنكم دقيقتين هرجع حالا. اتفضل. الجواز ده وحش بشكل. الظاهر ما بقناش عيش هنا. شايفين معاملة الست؟ يا اخوانا دي حاجات في الأول بس. اتأخرتي ايه؟ كان عندي شغل. يعني الشغل ده أهم مني؟ والله الشغل ده أهم حاجة في الدنيا. أنا شايف إن الشغل ده هينغص حياتنا. وعشان كده لازم تبطلي الشغل. إذا كانت حياتنا تهمك ومستقبلنا يهمك. آسفة جدا. قبل كده قلت لك إن أنا مش ممكن أتخلى عن عملي. حتى لو كان ده على حساب سعادتنا؟ أنا مش من رأيك. إحنا ممكن نبقى أسعد اتنين في الدنيا. إزاي؟ أنت مش حاسة إنك بتهمليني؟ مش شايفة إن من يوم ما اتجوزتك وأنا حياتي ما اتغيرتش؟ نفس الوحدة المملة، نفس الفراغ اللي يقتل. والله ممكن تملى الفراغ قبل ما يقتلك. أملى الفراغ؟ أملى الفراغ بإيه؟ بمين؟ تشتغل يا أخي. شغل شغل شغل. أنا قلت لك 100 مرة قبل كده مش عايز أشتغل. خلاص أنا آسفة، آسفة جدا. أنت حر في حياتك. عنان، أنا ما أقدرش أبقى حر في حياتي. لأن حياتي بقت مرتبطة بحياتك. كلام جميل. نبتدي بقى ننظم حياتنا عشان ما نختلفش. ازاي؟ انت عيبك يا مختار انك مشتت. بتضيع وقتك في حاجات كتير ملهاش لازمه. زي السبق والبريدج والصيد والقمار. وعندك فكره تحل المشكله دي؟ طبعا. حلها في منتهى البساطه. تركز تفكيرك في عمل واحد. عمل مفيد. زي ايه مثلا؟ انت عارف. قصدك المزيكا طبعا. الفن يا مختار. انت ربنا مديلك موهبه، حرام تقتلها. لازم تستغلها. انا شخصيا مؤمنه بيك. انت بتقولي كده بس عشان بتحبيني. بالعكس، انا نظرتي ما تخيبش ابدا. انا عارفه انت ممكن توصل لحد فين. انت كل اللي ناقصك الايمان. ايمانك بنفسك وبفنك.
وانا هقف جنبك وهساعدك. هتعملي ايه؟ هفاجئك باللي هعمله. ايوه بس اعرف افهم. قل للدجى ماتت، قل للدجى ماتت، قل للدجى ماتت، قل للدجى ماتت، مات شهيد الوفا. الموسيقى الشرقية القديمة ده لأن طبيعة القصيدة فرضت عليه اللون الشرقي ده. هو لحن شرقي جميل، لكن ما نقدرش نعتبره أساس للحكم عليه. لازم نسمع منه حاجة عصرية عشان نقدر نعرف هو متطور ولا لأ. اللي عايز أعرفه الموهبة موجودة ولا لأ؟ موجودة بوضوح وإحساس صادق يوصل للقلب بسهولة. يا سلام، أنا سعيدة جدا إني بسمع الآراء الجميلة دي من فنانين ونقاد كبار زيكم. أشكركم جدا على التقدير العظيم ده. عن إذنكم. أنا آسف يا حبيبي، أنا قصدي كنت أعمل لك مفاجأة لطيفة. يا فعلا لطيفة جدا. كنت عايز أثبت لك إن الناس هتقابل فنك بمنتهى التقدير. يا ستي أنا متشكر جدا لاهتمامك الزايد بيا، بس أرجوك سيبيني أعيش حياتي زي ما أنا عايز. أنا آسفة كمان مرة، بس مش ملاحظ إنك أحرجتني وأحرجت ضيوفي. حاضر يا فندم، هطلع أعتذر لهم. آسف يا حضرات، أنا اتصرفت كده في لحظة غضب، لأن عمري ما فكرت إني هكون فنان في يوم من الأيام. ليه يا أستاذ مختار؟ أنت عندك استعداد كبير جدا. معلش، بس أنا ليا رأيي الشخصي وهفضل مصمم عليه على طول. أنا أفندم. أنت صحية؟ أفتكر مش ممكن أكون بكلمك وأنا نايمة. فاتتني دي، وقلقانة لي. أقدر أسألك نفس السؤال؟ أنا كنت بفكر في إيه؟ تفتكر إن إحنا عملنا غلطة لما اتجوزنا بعض؟ اسأل نفسك. أنا حاسس إن شعورك من ناحيتي اتغير كتير عن الأول. وإيه اللي خلاك تشعر بكده؟ حاجات كتير. إحنا من يوم ما رجعنا من شهر العسل وإنتي مش مهتمة بيا، بتحاولي دايما تبعدي عني، وأخيرا ما بقيتيش تحترميني زي الأول. فكرك كده؟ طبعا، حاجة واضحة زي الشمس، والدليل على كده اللي حصل النهاردة. حضرتك عايزه تمشيني على هواكي وتفرضي عليا وضع انا ما اقبلوش. الوضع اللي مش عاجبك ده، ده وضع اي راجل بيحترم نفسه ولو كيان في المجتمع. يعني ايه؟ يعني انا ماليش كيان؟ انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ لازم تعرفي اني ما اقبلش على نفسي انك ترسمي لي حياتي وتحددي لي تصرفاتي.
كمان ما اقبلش على نفسي ان اكون زوج الانسان عاطل. انت قليل الادب. بتقول ايه؟ انت سمعتي؟ سمعتي كويس. وانا اسف، اسف جدا لان احترمتك زاد عن اللزوم، وكنت مغفل لما افتكرت انك ست كامله ممكن تحترمي الحياه الزوجيه. ودلوقتي عرفت الحقيقه؟ بكل اسف. احنا حياتنا مش ممكن تستمر بعد كده. مفيش أجمل من ابتسامتك، مفيش أحلى من لحظات رضاك. اتفضلي اقري. اهو يا ستي نتيجة اللي عملتيه فيا، ابتدوا يشنقوا هم. فنان موهوب يدفن فنه لأنه لا يزال يعيش في زمن العاطلين بالوراثة. هو الحق بيزعل يا مختار؟ حق؟ طبعا، كل اللي مكتوب عنك هنا ده صحيح. صباح الخير يا نادي. البس هدومك تعالي معايا. على فين؟ نخرج نشوف الدنيا، انا زهقان خالص. انت راجل متجوز دلوقتي يا مختار. ايوه بس بكل اسف مراتي مش فاضيالي. ما احنا بقى رجعنا للفراغ والوحده الثانيه يا ست ناديه. بس اخرج معاه ازاي؟ والله بقى ما اعرفش. الناس تقول ايه؟ افرض مراته عرفت. يا ست ما عايزها تعرف. اه فهمت، يعني عايزني اقوم بدور علشان المدام تغير عليك وتهتم بيك. نادية ما تاخديش المسألة بالشكل ده. حتى لو كانت كده يا مختار أنا موافقة، ما أقدرش أرفض لك طلب. علان أنت بتعيطي؟ لا أول مرة مش كده؟ فعلا، لكن ليه؟ لازم حاجة خطيرة حصلت. لا مفيش حاجة، مش معقول. أنا أختك يا عنان، لازم تصالحيني باللي في قلبك. عنان ما تخافيش يا ليلى، أنا أصلي بمر بأزمة لكن حاضر أخرج منها. مختار، وإيه سبب الأزمة دي؟ مش قادرة أغيره، مش عارفة أعمل منه الفنان الكبير. تعب، تعب من عناده. انت قلتي لي انك رسمه له خطه وابتديت انفذها. ايوه ابتديت اشعره بان انا ما بحبوش. ليه يا عنان؟ علشان يتألم. الله، وليه عاوزاه يتألم؟ من الألم والعذاب يتوجد الفنان. انا مش قادره افهمك ابدا. على حبي لا يضعف قدامه، وما اقدرش اوصل للهدف اللي انا عايزاه، لكن هضحي، هضحي بالتضحيه الكبيره، بحبي، حبي اللي عشت طول حياتي استناه. عنان، انا خايفه الخطه دي تكون على حساب سعادتك. لازم اخرج من حياته ومن جنة حب نسامي كان بيسميها، علشان يصحى من الحلم. ويخرج للدنيا ويعيش في الواقع. لازم يكافح ويتعب ويعمل من نفسه.
نفسه انسان له قيمه، انسان له قيمه. ايوه لكن مش ممكن ده يحصل وانتوا الاثنين مع بعض. مش ممكن طول ما انا جنبه هيفضل عايش على الحب ومش هيعمل حاجه ابدا. لازم نفترق. دميني يا ليلى. يا ريت اقدر افهمك علشان اقدر اساعدك. محدش فيه اللي يساعدني. ربنا بس هو اللي يقدر يساعدني، هو اللي يقدرني. خمسة جنيه صنفار. أنا معاك. أنا باس. وأنا جاي. 10 جنيه. صل. أنا باس. باس. شايف. 2 كارت. وأنا 2. ثلاث عشرات ما زادوش. فولاس. تكسب. مختار تسمح بكلمة؟ طيب على ذوقك. حاضر. كفاية لعب يا مختار. ايه؟ زهقت مني؟ بالعكس، أنت عارف. لكن الوقت متأخر ومش قادرة أقول لك قوم روح لأنك في بيتي. يلا مختار عشان خاطري. حاول تصفي الخلاف اللي بينك وبين عنان. نادية مفيش فايدة، عنان بتطلب مني المستحيل. عنان عايزة تلمك يا مختار، أصلك مبعتر قوي. طيب تصبح على خير. ساكت في العشاء؟ لا متساكت. ادريس ادريس يا فندم. الست راحت فين؟ الست نايمه في الاوضه البحريه يا فندم. طب روحت. حاضر.
تعبان شويه نام فوق السرير. هو لك تقول لي كده؟ ايوه استنى. طب روحش الشغل. عنان أرجوك تبطلي الدوشة دي. ده الأهل بتاعك سميه دوشة. قلت لك كفاية كده. أعصابك يا مستر أعصابك. سمسم ما قالكيش إن أنا عيان؟ قال لي. اقفلي ده. إيه؟ على صباعك؟ أنا متأسف، هات إيدك أبوسها. أرجوك. عنان أنا كنت جاي أكلمك في موضوع خطير جدا. اتفضل اتكلم. أقدر أسألك ليه حضرتك اتنقلتي في أوضة تانية؟ علشان الأوضة ما بقتش تسعنا إحنا الاتنين. يعني إيه؟ مش فاهم. أعمل لك إيه إذا كنت مش راضي تفهم؟ يعني إحنا الاتنين مش ممكن نعيش في مكان واحد. قصدك بتهجريني؟ ومتصورة إني هخضعلك؟ لا يا عنان. أنا كمان ما بقتش قادر أستحمل استهتارك بيا. أنا هعرف إزاي أوقفك عند حدك. شفت الصور دي؟ ايوه. انا اسف ما كنتش احب انك تشوفيها. ما حصلش حاجه يعني. وما اتضايقتيش؟ تصرفاتك ما بقتش تهمني كتير كده اهو. وعشان كده بقى انا قلت لعم ادريس يحضر لي الشنط. انا مسافر. مش عايزه تعرفي مسافر فين؟ اروح مرسى مطروح. وما يهمكيش كمان تعرفي هيروح مين معايا؟ واحدة ست طبعا. لا مش كل الستات، البت الحلوة الأمورة دي. أشوف وشك بخير. أنا إذا كنت مش عايزاني أسافر أنا مستعد ألغي الرحلة دي. بالعكس أنا ما كنتش أحب إن الخلاف اللي بيننا يوصل للدرجة دي، بس أنت السبب. إدريس زمانه حضر لك الشنط. حاضر يا فندم أنا ماشي.
بس المرة دي هغيب مدة طويلة أوي. هرجع لك من غير قلب وهتكوني مش موجودة في حياتي. الطيارة هتفوتك يا مختار. أنت هتندمي على كل اللي بتعملي فيا ده. بس انا بفكر اني الغي السفريه دي. وبعدين بقى دوخ تاني معاك. اتفضل اتفضل. يلا يلا يلا. ايه مالك عباس؟ انا راجع مصر حالا. الله، ده احنا لسه واصلين دلوقتي. ما اعرفش، انا عايز ارجع وخلاص. طب وشال؟ اعتذر لهم، شوف اي طريقه. ده يا اخويا اللي عمل العيال ده. من فضلك يا فندم، اول طياره راجعه لمصر بتقوم الساعه كام؟ بعد ساعتين يا فندم. طيب ممكن ابعت برقيه؟ متشكر. بابا، اهلا يا بابا. بنتي حبيبتي، أنا قلب عندي. هو عملها برضو؟ راح فين؟ مختار. أيوة مختار، سافر. وأنت عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ أنا بقيتش أحتمل تصرفات الراجل ده أبدا. صور فضايحه منشورة في كل الجرايد. النهاردة الصبح أقرأ إنه سافر مرسى مطروح ومعاه واحدة ست. عارفة. عارفة؟ عرفت منين؟ مختار قال لي. هو قالك بنفسه؟ حاجة حلوة قوي. ازاي تسكتي على كده؟ ازاي تسمحي له ينغص حياتك ويستهزأ بيكي؟ أنا مرتاحة في حياتي دي يا بابا. أيوه أنت مرتاحة، إنما إحنا لأ. أعماله دي فيها امتهان لكرامتك وكرامتنا كلنا، ده لازم يقف عند حده. فعلا، لازم يقف عند حده. في يوم من الأيام. إمتى اليوم ده يا بنتي؟ إمتى؟ مش عارفة. أنا مستنياه. إيه هو اللي مستنياه؟ يوم الخلاص. خلاص؟ خلاص من إيه؟ من حبه يا بابا. أيوه يا بنت عندك حق، لأنه لو استمر في حياته بالشكل ده أكرم لك إنك تسيبيه تخرجي من حياته. أخرج من الجنة؟ جنة؟ جنة إيه يا بنتي، جنة إيه؟ الجنة مفيش فيها عذاب يا أستاذة. ده صحيح، لكن لو الواحد اضطر يخرج منها لازم يختار الوقت المناسب علشان يخرج منها برغبته بدل ما ينطرد. ده صحيح. وفي حاجة تانية، لو خرج منها لازم يسيب وراه عمل عظيم أو هدف كبير. انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة أقول يا بابا لو سمحت سيبني انا اتصرف. ادخل. تلغراف استاذ. تلغراف؟ في واحد تحت بيقول انه طلب الاستاذ مختار عايز يقابلك شخصيا. طب خليه يتفضل. حاضر. ايه في ايه يا عماد؟ بحبك 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 مختار. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ عشان كده يا بابا بقول لك انا اعرف مصلحتي كويس. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الاستاذ مختار بعت لحضرتك الهديه دي. شكرا قوي. العفو. ميرسي.
حلق ألماز. يا الله يا الله، شوفي الفص قد ايه، ده يستاهل ألوف الألوف، ده مجنون مية المية. الله يكون في عونك يا بنتي. علشان كده يا بابا بقولك ما تشغلش نفسك بيه. شوفي بقى، هو جوزك وانت أدرى بيه مني. ها، سلام عليكم. مع السلامة. عمي اهلا وسهلا. انت ازيك؟ انا كويس يا عمي. سلام عليكم. انا السفرية طولت قوي. لازم كنت بتقول علي اني مجنون. الحياة الجنان ده احسن حاجة فيك، عشان كده اتجوزتك. تعرف اني رجعت اوام ليه؟ ليه؟ لاني ما طقتش اقعد دقيقة واحدة من غيرك، علشان انت كل شيء في حياتي. يعني انت حياتي عنان. اديني اعترفت لك بكل حاجه، اظن ده كفايه. خلاص، بس نفسي اسمع كلمه حلوه منك، عايزه اطمن. لا اطمن قوي. تلغرافي وصلك؟ وكان دمه خفيف خالص، عواطف لاسلكيه. انت بتتريق عليا؟ لا، انت صعبان عليا. هديتك كمان وصلت، هدية غالية فعلا، لكن مع الأسف مش هقبلها. ايه؟ مش هتقبليها؟ لأني مقدرش ادفع لك تمنها. بس انا ما طلبتش منك حاجة، كفاية عليا رضاكي، كفاية ابتسامة حلوة. حتى الابتسامة الحلوة مش هقدر اديها لك. للدرجة دي؟ خد، رجع دي وخد فلوسها، الفلوس أضمن، إنما أنا لأ. إدريس! يلا مستني إيه؟ إدريس! أفندم. هات الهون. أفندم. قلت لك هات الهون. حاضر. الهون يا فندم. اتفضل. روح انت. يا ريتك تقدر تعمل كده في قلبك. اقدر. أقدر أحطمه، أصحنه. طبعا، مادام قدرت تصحن الحلق مع إنه غالي جدا. دي كده قلبي ما يسواش. ده اللي أنا كنت عايزة أفهمهولك من يوم اتجوزنا. قلبك ما يسواش حاجة عندي أبدا. انت ماشي في طريق عكس طريقي، مش ممكن هنتقابل ابدا. فهمت. احيانا بتبقى الصدمه كبيره، زي حبك ليا ما كبير. مختار، لو طلبت منك تضحي علشاني ممكن. أنا أضحي بعمري علشانك. أنا مش عايزة حياتك أنت، أنا عايزة حياتي أنا. قصدك إيه؟ تديني حريتي، تطلقني. إيه؟ مش معقول، مستحيل، مستحيل تكوني بتتكلمي جد. لا جد يا مختار، انت لسه من شويه قلت انك مستعد تضحي بحياتك علشاني، برهن لي على حبك العظيم ده وحقق لي رغبتي. ممكن
حاضر، أنا هحقق لك رغبتك حالا. ازيك يا عباس؟ اهلا خليجة هانم. فين مختار؟ في اوضته يا فندم. وازاي حاله؟ والله حاله يا ست هانم ما يصرش ابدا، بقاله شهر دلوقتي من يوم الطلاق وهو قافل على نفسه، لا راضي يكلم حد ولا محتاج. وانت ما عرفتش تعمل له حاجه؟ طبعا عملت، بصيت عليه من خرم الباب، اطمن اي حد يخش عليه. ما اروح اشوف. اتفضلي. مختار، كتر خيرك يا طنط، دلوقتي بس اللي افتكرتيني. قلت استنى اما تهدى النفوس. انا رحت العنان. صحيح، وشفتيها وكلمتيها وازيها وازاي صحتها؟ كويسه قوي. وعامله ايه دلوقتي يا طنط؟ هتعمل ايه؟ بتشتغل ليل ونهار بتشتغل. طيب ما جبتوش سيرتي؟ جبنا سيرتك، وكلامها كان معقول لما قالت ان جوازكم من الاول كان غلط. يعني يا ابني، يا ابني حب من طرف واحد عمره ما يعيش. اول حب واخر حب في حياتي اديته لواحده ما بتحبنيش، انا ذنبي ايه؟ هي كمان ملهاش ذنب. ملهاش ذنب؟ كنت عاوزها تعيش معاك على غش، تمثل عليك انها بتحبك. هي قالت لك تقولي لي الكلام ده؟ ايوه، وقالت كمان اذا كنت متصور انها هترجع لك يوم الايام تبقى بتحلم. يا مختار يا حبيبي، فوق لنفسك، حاول انك تنساها، بلاش تعيش في الاوهام كده. الو، مين؟ عنان؟ ايوه، مين؟ مختار، انا طلبتك؟ لا، افتكر انت اللي طالب. لكن انا زي بعضه، انا اللي طلبتك يا عنان، حبيت اسمع صوتك. طنط خديجه كانت عالم شويه وقالت لي كلام انا ما صدقتوش. عايز اتاكد منك انت شخصيا، انت قلتيه صحيح؟ ايوه يا مختار،
كل الكلام اللي بلغك ده صحيح فعلا؟ كان حب من طرف واحد. أرجوك يا مختار اعتبر اللي بيننا ده انتهى خلاص. اعتبرني ما كنتش في حياتك خالص. النهارده بعد الظهر انا عايزاكي في مساله ضروري. ما تتاخريش. مع السلامه. ايه بقى يا ست الحاجه المهمه اللي انت عايزاني علشانها؟ لازم بخصوص مختار. مختار؟ مختار لسه واقف مطرحه ما اتحركش خطوه واحده. طيب وتفسري ده بايه؟ هو متصور ان انا هرجع له تاني. قولي لي بتشوفي احمد رفعت؟ احمد رفعت ازاي حاله؟ كويس قوي. لكن ايه المناسبه؟ بتشوفيه يعني؟ ايوه بشوفه. انت عايزه تقولي ايه؟ ما بيسالش عني. بيسال. سال عنك كتير قوي خصوصا بعد ما انفصلتي عن مختار كده. ده حتى طلب مني اني اقابلك. ما قلتليش ليه؟ والله يا عنان انا شفت انه ملوش لزوم ابدا. مالكيش حق. انا عايز اشوفه. ايوه بس انا يا عنان معرفش انك عندك الرغبه دي. تلاقيه ما اتجوزش لغايه دلوقتي. فعلا. لكن ليه الاهتمام ده كله؟ ها؟ انما ليه ما اتجوزش؟ علشان انت رفضتيه. ده الكلام اللي قاله لي. شفتي؟ يعني انا جنيت عليه. انا لازم ارد له اعتباره. يعني عايزه تعملي ايه؟ بعدين هتعرفي. المهم ان انا عايزه اشوفه بس. ايه رايك لو نعزمه بكره على الغدا؟ ليه؟ عشان انا عايزه كده. عنان قبل كده انا ما كنتش قادره افهمك، انما دلوقتي حقيقي ابتديت اخاف منك. اتفضلوا نشرب القهوة في السماء. ايوه. وبعدين؟ مدام عنان. كنت عايز اخد 5 دقايق من الوقت. كلنا نعرف ايه اللي انت بتعمليه ده. انا مش طفله يا ليلى، انا بتصرف في منتهى العقل. والعقل يقول انك تتجوز احمد رفعت؟ انا ما عملتش كده اللي بعد تفكير طويل. انا عارف ان الجواز رباط مقدس وله تقدير واحترام. ومختار؟ نسيت حبك لمختار. حب المختار شيء ومستقبله شيء تاني. أنا مش أول ست تتجوز وتخلص لجوزها. تدوس على قلبها. ما فكرتيش في مستقبله؟ مصيره؟ أنا ما عملتش كده إلا عشان خاطر مختار ومستقبل مختار. الحب يا ليلى مش مجرد سعادة قصيرة وتزول. الحب لازم ينتج عمل عظيم. مستحيل.
مش معقول يا ابني. فوق لنفسك، بقول لك الكتاب هيتكتب دلوقتي، ليه مش عايز تفهم؟ لكن ازاي تبقى فعلا ما بتحبنيش؟ يعني حرام عليك نفسك يا ابني. ايه يا مختار؟ رايح فين؟ مختار! الشهود من فضلك. الأستاذ كامل حسين. كامل حسين. الأستاذ إبراهيم حشمت. إبراهيم حشمت. طيب من فضلكم اسألوها هتوكل مين؟ روح يا كامل. بسرعة بسرعة يا محمد. هذا يا ابني. مين وكيلك؟ والدي. ألف مبروك. زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا. على الصداق المسمى بيننا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أتمنى لكم السعادة من كل قلبي. شاكرين يا فندم. ما تقعد تستريح. متشكر. ألف مبروك. إنسان نبيل. قلبه كبير. فعلا فعلا افندم. بقول انسان نبيل قلبه كبير. ها تحب نقضي شهر العسل فين؟ زي ما انت عايز. أنا قابلتك مع كل مغامرة سمعتها عنك. أنا معجبة بيك جدا. حياتك ملهاش معنى ولا هدف. بتدور على السعادة ما انتش لاقيها. ومش هتلاقيها. لازم العلاقة اللي تربط بينا تستمر لنهاية العمر كله. ربنا ادالك موهبة. حرام تقتلها، حرام. أنا شخصيا مؤمنة بك جدا جدا.
أنا ما أقبلش إن يكون جوزي إنسان عاطل. عاطل 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 إنسان عاطل 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 عاطل. متشكر قوي يا استاذ احمد. العفو يا استاذ مختار، حاجه عظيمه جدا. ان شاء الله بروفا كمان قبل الحفله ونبقى جاهزين. طيب يا سيدي ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله قريب، الى اللقاء. شكرا. يلا يا ست. في واحد من الاذاعه مستنيك في المكتب. طيب. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه اذا كنت اتاخرت عليك. لا ابدا العفو يا استاذ مختار. عبد المنعم بسيوني من اذاعه الشرق الاوسط. حصل لي شرف، اتفضل. شكرا. حضرتك كنت وقعتنا في حديث. ايوه يا فندم، انا تحت امرك بس أنا شايف إني ما استاهلش بالعكس يا أستاذ، ده كل اللي سمع البروفات بيؤكدوا إنك هتعمل فتح جديد في الموسيقى وهتبقى صاحب مدرسة. بس يا فندم كل ده سابق لأوانه، العبرة بالنتائج وحكم الجمهور والنقاد. إن شاء الله النتيجة هتكون مشرفة. بس أقول لك الحقيقة، أنا خايف.
لا اطمن يا استاذ مختار، الخوف ده احساس طبيعي عند كل فنان، خصوصا لما يقدم اول عمل له. وعشان كده انا قررت اني امول مشروع من جيبي الخاص، عشان لا سمح الله اذا هذا العمل ما عجبش الناس ابقى انا اللي اتحمل الخساره والمسؤوليه. استاذ مختار ده منتهى التواضع، والتواضع اول صفات الفنان الاصيل. شكرا. في سؤال يا استاذ مختار يمكن تعتبره شخصي شويه. لا اتفضل خد حريتك. ايه الدافع اللي خلاك تخرج من حياتك الخاصه عشان تواجه الجماهير بعمل فني كبير زي ده؟ ما اخبيش عليك، انا كنت عايش حياه بوهميه سهله ملهاش معنى ولا هدف، وبعدين مريت في تجربه عاطفيه. ايوه كانت عنيفه قاسيه، لكن انا استفدت منها، حسيت بطعم العذاب وعرفت معنى الالم. ما كانش قدامي حاجه اخفف بيها عن همومي وعبر بيها عن انفعالي غير الموسيقى، الفن الجميل اللي حول الالام الى الحان وترجم العذاب الى نغم. يا سلام، لكن صاحبه التجربه دي تعرف كل ده؟ اتمنى من كل قلبي انها تكون سامعاني دلوقتي عشان اوصل لها اعترافي فضلها الكبير علي. انت فين يا حنان؟ تعالي بقى يا حبيبتي. المفاجأة الكبيرة اللي كنت مخبيها عنك لغاية ما تتحقق. مفاجأة ايه؟ هنسافر أمريكا، اتعينت في منصب كبير في الأمم المتحدة ولازم أستلم بعد بكرة. يعني لازم نسافر مصر؟ بكرة الصبح، لأني أنا حسبائك وتحصلي اللي أنت بعدين. إيه؟ مش مبسوطة؟ بالعكس أنا مبسوطة أوي. انت وحشتيني كمان. ازيك يا استاذ احمد؟ يا حبيبتي مالك يا حنان؟ مساهمه كده ليه؟ الله ازيك؟ الحمد لله انا كويسه، انا كويسه قوي. المهم مختار، حجزت التذاكر؟ طبعا حجزت بنوار. لا برضو كل حاجه. بس هتعملي ايه في الاستاذ احمد؟ احمد مسافر بكره الصبح امريكا. ربنا معاك. علينا
بيبص ناحيتنا، عيني حيرانة يا عنان بيدور عليكي. مش لازم يشوفني، ربنا يوفقه يا رب. We'll be right back.
لا 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 وعينيك ما سلوتك عمري فاستريحي 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 وحاذري وحاذري أن تريحي. عيطي؟ حاسه بشعور غريب، قلبي فرحان بنجاح مختار، وفرحان لان حققت مجد مختار، وفي نفس الوقت حاسه ان خلاص خرجت من الجنه للابد. يا حبيبتي عنان، انت ضحيتي تضحيه كبيره قوي فوق طاقه البشر. افتكر من حقك ان مختار يعرف الحقيقه. أنا ما أقبلش إن يكون جوزي إنسان عاطل. 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 إنسان عاطل. عاطل. صرحي بكل حاجة،
علشان يرتاح. أنا لو قلت المختار الحقيقة أبقى هدمت كل اللي عملته. مختار لو عرف إن حبي له وسعادتي معاه كانوا هما تمن المجد اللي وصل له، هيكره فني ويسخط على مجده ويحطم مستقبله. لكن ده حرام، حرام. أنا ومختار مش هنفترق عن بعض إلا في الدنيا بس، لكن بعد ما حياتنا تنتهي هنتقابل من جديد في أسمى حب ألفت الدنيا.